يا حبيبي كملت. اهلين اخي ابو سامر. طلع لبرا يا ابني. طبعا انا ماني جاي ابارك لك، جاي اسالك كام سؤال ويا ريت تجاوبني عليهم بكل صدق وصراحه، هذا احسن الك والي. انت كيف تعرفت على رجاء وطلبتها؟ دريت انه اتطلقت طلبتها. بس واحد مثل حكايتك هيك شاب وبأول عمره معقول يتجوز وحدة مطلقة وعندها ولدين؟ الواحد بياخد وحدة تناسب عمره ما؟ يا بس كمان أنا مو صغير. بظن فهمت شو قصدت من كلامي. لا والله. أنت كنت حاطط عينك على رجاء من زمان؟ قصدك قبل ما تطلقها؟ إيه. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أبو سامر، بحياتي ما فكرت فيها، شو هالحكي هاد؟ أنا كمان عندي عرض وبخاف عليه. لكان هيك بالصدفة يعني؟ بتخلص عدتها من هون بتروح تطلبها وتتجوزوا؟ هو الحقيقة أهلي من زمان عم يدوروا لي على بنت الحلال، ومرة إجت عمتي تزورني بالبيت، قامت شافت رجاء فايتة على بيتها بالصدفة، حبتها، سألتني عنها، قلت لهم اللي بعرفه. قالت لي بعدين أخطب لك إياها. وقلت لها إيه؟ هذا اللي صار. تعريف، لك والله ما عم صدقك. أنت حر، بس أنا كمان مالي مضطر كذب. شوف يا رامز، إذا بكتشف بيوم من الأيام إنه كان في بينك وبينها علاقة قبل ما طلقها، وشو ما كان نوع العلاقة، ما راح خليك تفرح بشبابك بنوب. أبو سامر؟ إيه نعم، وقبل منه أبو يزن، والاثنين فاتوا على المحل وشهم عم ينقط سم. هلا أبو يزن مفهومة محرور مشان بنته وحقه، بس أبو سامر شو قصته؟ علمي علمك. بتعرف شو حسيت؟ حسيت انه لساته بحبك. كيف؟ ايه من وشه، وكل شيء اللي اياه بدل على انه لساته بحبك. بحبني؟ بقوم بيطلقني وبتجوز وحده غيري؟ ايه بجوز ندم او ماله مبسوط مع مرته الثانيه. انت شو عم تحكي؟ لاقي لي تفسير ثاني. ما في اي تفسير ثاني. مو انت قلت انه خايف نكون نعرف بعضنا قبل ما اطلق؟ إيه هذا هو السبب؟ لا اكيد مو هذا هو السبب، وهي دقني اذا ابو سامر مو حابب يرجعك. رامز شو عم تقولي لي رامز؟ رجاء ابو سامر لما طلقك ما كان متوقع انك تتجوزي من بعد منه، بس لما تجوزتي حليتي بعينه. هلا بفهم من كلامك انك بلشت تغار علي. مو بس بغار عليكي، بس بخاف مشان اولادك تضعفي تقومي. لا تكمل. ابو سامر انتهى من حياتي مثل ما انتهيت انا من حياته. اوعك اوعك تخلي الغيره تاخذك وتجيبك، وانا راح اعرف شغلي مع ابو سامر. لا لا بدي لا تشوفي ولا يشوفك. يلا قوم غسل مشان نتغطى. شو ماما لينا؟ انت ما عم تاكلي؟ بلا. اذا مستحيه مني فوت على المطبخ باكلها. لا والله عم اكل. يا صحتين وهنا. يعني لو ما فتت لعندك وطالعتك ما بدك تشوفيني. انت اللي تاخرتي لاجيتي لعندي. يعني انت ما بتعرفي اخوكي سامر؟ والله سامر بيحبك، بس لساته مزعوج، مو راضيان ينسى، لانه اناني وما بيحب غير حاله. لا ماما سامر مو اناني، بس انتي تجوزتي اوام. دايما انا راح اكتب وظايفي. طيب ماما جيبي كتبك واكتبي لهم. لا معلش بالبيت مرتاح اكثر، وما بدي سامر يجي وما يلاقيني بالبيت. الله يصلحك يا رجل، تعرفيها بتحب اخوها، ليش تحكي عليه؟ هلا اخوها صار اهم من امها؟ انت قلت لي انه كثير متعلقين ببعض. صباح الخير ماما.
يا صباح الخيرات شرفي. جاي لحتى ساوي لك البيت اذا سمحت لي. شلون؟ لا لا ما في داعي، اليوم في وحده جاي تهتم بالفرشه. جبت شغاله؟ مربي شغاله منه يعني تدير بالها على البيت ومنه بتهتم شوي باختي. اللي بدك اياها كل يوم والتاني تروح تتغدى عندك انت وزوجك. مو معقول مو معقول، ولك انت ما راح يصفى قلبك. تشربي قهوه ساده؟ انا جاي اشوفك واطمن عليك. مثل ما لك شايفه صحتي علي مو ناقصني شيء. يا سامر يا سامر اللي صار صار. صح، بتساوي اللي براسك وبعدين بتقولي لي اللي صار صار. والله رامز منيح، بعدين انا ما غلطت. أهلين. مرحبا. لا تطلع. لو سمحت. الله يخليك، في كلمتين حابب احكيهم معك، بعدين نحن مو لوحدنا بالبيت. قول الكلمتين اللي عندك. عادي بالاول، سامر اترك لها حالها شوي. لا. قول الكلمتين اللي عندك وسامر موجود معنا. طيب تفضلي، عادي. يعني بجوز ما بيحق لي اتدخل بحياتك بعد ما انفصلنا. بس في شيء ما عم يحيرني، ما عم افهمه. ليش رامز بالذات؟ ليش؟ من وين لوين؟ وكيف؟ قال لي رامز انك رحت لعنده على المحل، وقال لي شو حكيت معه. حقي ولا مو حقي؟ حقك؟ حقك انك تشك باخلاقي يا عصام؟ انا ما شكيت، شو انا عصام؟ ابوك المنظوم شاكك انه كان في علاقة بيني وبين رامز قبل ما نتطلق. لا وما استحي يقول له هالكلام. لكن ليش من دون نسوان الدنيا كلها ما تزوج غيرك؟ عيب عيب هالكلام يا عصام، عيب. انت ما اخذتني من الشارع، بعدين انت اكثر واحد بتعرف انه اخلاقي مو هيك مو هيك بنوب. انت اللي حبيت علي ونحن متجوزين مو انا. بعدين انت اخترت طريقك وبدون ما تسالني، وانا ما اعترضت ولا ناقشتك، فبعيد عن طريقي وطريق جوزي احسن لك. بابا حكيني بصراحة، أنت ندمت لأنك طلقت ماما؟ لا. باين كأنك ندمت. إذا كنت حابب ترجعوا لبعض فينا نحكي. أنت بتطلق أميرة وماما بتطلق رامز. لك أنت شو عم تحكي أنت؟ هذا من ربع المستحيلات يا رجل. لكن ليش متوتر ومزعوج؟ سامر معلش يا بابا، فيك تعتبرني رفيقك صديقك. ما بيقول المثل إذا كبر ابنك خاوي؟ أخي أمك ما كان لازم تتجوز تترككم، فهمت علي لما لقى؟ ما هذا هو السبب. السبب أنه أنت بلشت تغار على ماما بعد ما تزوجي، وهذا ما من حقك. لك سمعوا على الحكي. أهلين بابا. يعني شو اللي بده إياه أبو سامر لحتى هيك عم يعمل؟ الغيرة الغيرة دبحته دبح. معناتها مزبوط، حنن لك وبده إياكي ترجعي له. أرجع؟ إله واصف رجال بالدنيا كلها ما برجع له. بس معقول؟ معقول يحكي هذا الحكي قدام ابنه؟ قلت لك جانن. اي لا مو جانن، لانه انا بعرف هيك رجال، اذا طلق مرته ما بصير حدا يتجوزها من بعده. رجعنا رامز. اي لكن ليش ما عم يحل عن ظهرنا؟ حل وخلص، والكلمتين اللي سمعته يا هون نخروا له عظمه نخر، اصلا بعمره ما عاد يسترجي يفتح تمه بكلمه، وبعدين صار قد النمله قدام ابنه.